عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس العلوم عبر فضائية الأونروا. تحدثنا أعزائي الطلاب في الحلقة الماضية عن الكهرباء الساكنة بجزئها الأول، واليوم سنتحدث عن الكهرباء الساكنة بجزئها الثاني، وهي عنوان درسنا لهذا اليوم الذي سنتناول فيه النقاط الآتية. سنتحدث اليوم عن طرق شحن الكشاف الكهربائي، استعمالات الكشاف الكهربائي، البرق والرعد، وأخيراً مانعات السواعق. نذكركم أعزائي الطلاب بالكشاف الكهربائي، والذي هو أداة تستخدم لمعرفة كون الجسم مشحوناً أم لا ونوع شحنة الجسم. ونذكركم أيضاً بمكونات الكشاف الكهربائي. يتكون الكشاف الكهربائي من قرص فلزي وسلك فلزي ورقتان فلزيتان بالإضافة إلى الوعاء الزجاجي. والآن سؤال، هل يمكن أن نشحن الكشاف الكهربائي بطرق الشحن التي تعلمناها سابقاً؟ الإجابة نعم، وطرق شحن الكشاف الكهربائي طريقتان، الشحن باللمس والشحن بالتأثير. ولنبدأ الآن بطريقة شحن الكشاف الكهربائي باللمس. لديك الآن عزيزي الطالب قضيب من البلاستيك والمشحون بشحنات سالبة، أيضاً لدينا كشاف كهربائي، وعلينا الآن شحن الكشاف الكهربائي بهذا القضيب المشحون. نقوم الآن بملامسة القضيب لقرص الكشاف الكهربائي. ماذا حدث؟ نعم، انتقل جزء من الشحنات السالبة لقرص الكشاف الكهربائي وورقتي. لاحظ هنا انفراج ورقتي الكشاف الكهربائي. ننتقل الآن إلى الطريقة الثانية، وهي شحن الكشاف الكهربائي بالتأثير أو ما يسمى بالحث. لدينا أيضا قضيب بلاستيك مشحون بشحنات سالبة، ولدينا كشاف كهربائي، والآن علينا بتقريب هذا القضيب لقرص الكشاف الكهربائي دون أن يلامسه. ماذا حدث؟ نعم، وجدنا هنا أن الطرف القريب للجسم المشحون وهو قرص الكشاف الكهربائي عليه شحنات موجبة، أي مخالفة لشحنات الجسم الشاحن. أما الطرف البعيد وهو ورقتي الكشاف الكهربائي فعليه شحنات سالبة، أي شحنات مشابهة للجسم الشاحن. والآن سؤال، أكمل العبارة الآتية. طرق شحن الكشاف الكهربائي، الشحن باللمس نعم، والشحن نعم بالتأثير. بعد أن تعرفنا إلى طرق شحن الكشاف الكهربائي، لننتقل الآن إلى استعمالات الكشاف الكهربائي. استعمالات الكشاف الكهربائي: أولاً، يستخدم الكشاف الكهربائي في تحديد إذا كان الجسم مشحون أم لا. أيضاً يستخدم الكشاف الكهربائي في تحديد نوع شحنة الجسم المشحون. ثالثاً، يستخدم الكشاف الكهربائي في تحديد المواد الموصلة والمواد العازلة. والآن أعزائي الطلاب سنتناول كل استعمال من استعمالات الكشاف الكهربائي على حدة. ولنبدأ أولاً بتحديد إذا كان الجسم مشحون أم لا. هيا لننفذ النشاط الآتي. يوجد لدي كشاف كهربائي مشحون. نقوم الآن بلمس الأصبع لقرص الكشاف. ماذا حدث لورقتي الكشاف الكهربائي؟ انطبقت. لماذا وضعنا الأصبع على قرص الكشاف الكهربائي؟ نعم، لتفريغ الشحنات الكهربائية الموجودة على الكشاف. نحضر الآن قضيب بلاستيك ونقوم بملامسة قرص الكشاف الكهربائي بهذا القضيب. ماذا حدث لورقتي الكشاف الكهربائي؟ نعم، بقيت منطبقة كما هي.
نقوم الآن بإحضار قضيب البلاستيك ونقوم بدلكه بقطعة الصوف. أصبح الآن قضيب البلاستيك مشحوناً بشحنات سالبة. الآن سنقوم بملامسة هذا القضيب لقرص الكشاف الكهربائي ونرى ماذا سيحدث لورقتي الكشاف الكهربائي. لاحظ معي ما سيحدث. نعم، انفرجت ورقتا الكشاف الكهربائي أو تنافرت ورقتا الكشاف الكهربائي. إذن من النشاط السابق نستنتج أن ورقتي الكشاف الكهربائي تتنافر. متى؟ عند ملامسة الأجسام المشحونة لقرصه. ننتقل الآن إلى الاستعمال الثاني من استعمالات الكشاف الكهربائي. ثانياً، تحديد نوع شحنة الجسم المشحون. لنتعرف أكثر، هيا ننفذ النشاط الآتي. لدينا أيضاً كشاف كهربائي مشحون، ونقوم بملامسة الإصبع لقرص الكشاف الكهربائي. قلنا لماذا؟ لتفريغ الشحنات الكهربائية الموجودة على الكشاف. ثم نحضر قضيب من البلاستيك مشحون بشحنات سالبة، والآن عليك ملامسة هذا القضيب لقرص الكشاف الكهربائي، وننظر سوياً إلى ورقتي الكشاف الكهربائي. ماذا حدث؟ نعم، انفرجت ورقتا الكشاف الكهربائي أو تنافرت ورقتا الكشاف الكهربائي. لاحظ معي عزيزي الطالب أن الشحنات الكهربائية الموجودة على قضيب البلاستيك مشابهة للشحنات الكهربائية الموجودة على قرص الكشاف والموجودة على ورقتي الكشاف الكهربائي. الخطوة الثالثة، نحضر قضيب من الزجاج والمشحون بشحنات موجبة، وعلينا ملامسة هذا القضيب لقرص الكشاف الكهربائي المشحون أصلاً بشحنات سالبة، ونرى عزيزي الطالب ماذا سيحدث لورقتي الكشاف الكهربائي. ماذا حدث لورقتي الكشاف الكهربائي؟ انطباق الورقتين. لاحظ معي عزيزي الطالب أن الشحنات الكهربائية الموجودة على القضيب الزجاجي مخالفة للشحنات الكهربائية الموجودة على الكشاف الكهربائي. إذن من النشاط السابق نستنتج أن انفراج ورقتي الكشاف الكهربائي إذا كانت الشحنات متشابهة على كل من الجسم المشحون والكشاف الكهربائي. انطباق ورقتي الكشاف الكهربائي إذا كانت الشحنات مختلفة على كل من الجسم المشحون والكشاف الكهربائي. والآن سنتحدث عن الاستعمال الثالث من استعمالات الكشاف الكهربائي، والذي يتحدث عن استخدام الكشاف الكهربائي في تحديد المواد الموصلة والمواد العازلة. لننفذ النشاط الآتي. لدينا كشافين كهربائيين موضوعان على الطاولة. نقوم الآن بإحضار ساق النحاس بحيث تلامس كلا قرصي الكشاف الكهربائي. نحضر الآن قضيب من البلاستيك والمشحون بشحنات سالبة، والآن سنقوم بملامسة هذا القضيب لقرص الكشاف ألف، وعليك عزيزي الطالب أن تتأمل ماذا سيحدث لورقتي الكشاف باء. لنرى ماذا سيحدث. انظر هنا، نعم، حدث تنافر الورقتين في
هو الذي اهلا وسهلا بكم من جديد. نكمل ما تبقى من الدرس. سنتحدث الآن عن أهم الظواهر الطبيعية على الكهرباء الساكنة. وقد تحدث القرآن الكريم في بعض آياته عن أهم الظواهر الطبيعية الدالة على الكهرباء الساكنة. لنستمع الآن إلى الآيات المباركات. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. صدق الله العظيم. تحدثت الآيات القرآنية السابقة عن البرق والرعد والصواعق، وهي ظواهر طبيعية تدل على قدرة الله عز وجل وعظمته. ولعلك عزيزي الطالب شاهدت وسمعت عبر محطات الإذاعة والتلفاز عن هذه الظواهر الطبيعية، ولعلك أيضا شاهدت قمم الأشجار وأعالي البنايات وهي تضربها الصواعق محدثا بها الحرائق. والآن سؤال، كيف يمكن أن نفسر حدوث مثل هذه الظواهر الطبيعية؟ وكيف يمكن أن نتجنب أخطار هذه الظواهر الطبيعية؟ لنجب على السؤال الذي يقول كيف يمكن أن تحدث هذه الظواهر الطبيعية؟ ولنبدأ أولاً في تفسير كيفية حدوث ظاهرة البرق والرعد. في الأيام العادية والتي تخلو من الرياح والعواصف تكون السحب غير مشحونة، أي أن قطرات الماء والموجودة في السحب متعادلة كهربائياً. تأمل صورة السحاب الموجودة أمامك. لكن في أيام الشتاء العاصفة تنشط الرياح والتيارات الهوائية الصاعدة التي تعمل على شحن السحب، فهذه الرياح تعمل على انفصال قطرات الماء حسب الشحنة الكهربائية في السحابة. فمثلا عندي هنا في الصورة المقابلة قطرات الماء التي تحمل الشحنات السالبة توجد أسفل السحابة، أما قطرات الماء المشحونة بشحنات موجبة توجد أعلى السحابة. ماذا يحدث عند تجاذب سحابتين مشحونتين من بعضهما البعض؟ لنرى ماذا سيحدث. لاحظ هنا عزيزي الطالب، اقتربت سحابتان من بعضهما البعض وكان طرف إحداهما مشحونا بشحنة سالبة والطرف المقابل لها مشحونا بشحنة موجبة، والآن تنتقل الشحنات الكهربائية السالبة من السحابة الأولى إلى السحابة الثانية. والآن سؤال، ماذا ينتج عن هذا الانتقال؟ ينتج عن هذا الانتقال حرارة هائلة يصحبها ضوء شديد يسمى البرق. تعمل أيضا الحرارة الهائلة على تمدد الهواء بشكل مفاجئ، مما ينتج عنه صوت مرتفع. هذا الصوت المرتفع يسمى الرعد. إذن فإن ظاهرة البرق والرعد حدثت نتيجة اقتراب سحابتين مشحونتين من بعضهما البعض. لكن ماذا يحدث إذا انتقلت الشحنات الكهربائية من الغيوم للأرض؟ نعم، يحدث شرارة كهربائية قوية. ماذا تسمى هذه الشرارة؟ تسمى الصاعقة. كيف تحدث الصواعق؟ والآن هيا بنا لنفسر كيف تحدث الصواعق.
لننظر إلى الشكل الآتي. لاحظ معي هنا غيمة مشحونة قريبة جدا من سطح الأرض، تقوم بشحن البنايات والأشجار بالتأثير، مما يؤدي لانتقال الشحنات الكهربائية بين الغيمة والأرض، والتي تأخذ شرارة كهربائية قوية كما في الشكل. هذه الشرارة الكهربائية القوية تسمى الصاعقة. إذن تحدث الصاعقة نتيجة انتقال الشحنات الكهربائية من السحب للأرض، مما يؤدي ذلك لحدوث شرارة كهربائية قوية. هذه الشرارة الكهربائية القوية تسمى الصاعقة. والآن هيا لنجب عن السؤال الآتي: علل حدوث الصواعق في أيام الشتاء. بسبب انتقال الشحنات الكهربائية بين الغيمة والأرض، والذي يتولد عن ذلك شرارة كهربائية تسمى الصاعقة. ولتلافي الأخطار التي تسببها الصواعق، فإننا نقوم بوضع جهاز أعلى البنايات. هذا الجهاز يسمى مانعة الصواعق. إذن مانعة الصواعق هي أداة توضع في أعلى البناية، والهدف منها حماية المباني من خطر الصواعق. مما تتكون هذه الأداة؟ تتكون مانعة الصواعق من عصا فلزية لها رأس مدبب كما تشاهد في الصورة، سلك فلزي، سلك فلزي تحت سطح الأرض الرطبة. والآن كيف تعمل مانعة الصواعق على حماية المباني من خطر الصواعق؟ انظر إلى الصورة الموجودة أمامك. عندما تقترب غيمة مشحونة من بناية موضوع عليها مانعة الصواعق، فإنها تشحنها بالتأثير، مما يتولد عن ذلك شحنات كهربائية. هذه الشحنات الكهربائية ما تلبث أن تتسرب عبر الأسلاك الفلزية إلى أن تصل إلى الأرض الرطبة، وبالتالي يحدث تفريغ كهربائي من على البناية. وبالتالي يحدث تفريغ كهربائي للشحنات الكهربائية المتولدة على البناية. والآن سؤال، والسؤال يقول: علل تزود مانعة الصواعق بعصا لها رأس مدببة، لماذا؟ ليتجمع أكبر عدد ممكن من الشحنات الكهربائية على الرأس المدبب. أعزائي الطلاب، هيا بنا نجب على الأسئلة الآتية، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. أهلا وسهلا بكم من جديد. هيا لنجب عن الأسئلة الآتية: ماذا يحدث في الآتي لو تمدد الهواء بشكل مفاجئ أيام الشتاء العاصفة؟ نعم، يحدث الرعد. ماذا يحدث لو انتقلت شحنات كهربائية بين السحب والأرض؟ أحسنت، تحدث الصواعق. والآن سؤال، علل. نرى البرق ثم نسمع الرعد في أيام الشتاء. هل سألت نفسك عزيزي الطالب لماذا نرى البرق أولا ثم نسمع صوت الرعد؟ لماذا برأيك؟ أحسنت، لأن البرق ضوء والرعد صوت، والضوء أسرع انتقالا من الصوت. والآن عزيزي الطالب، كيف تنتقل الشحنات الكهربائية بين الغيوم وبعضها البعض؟ كيف تنتقل الشحنات الكهربائية من الغيوم إلى الأرض؟ نستخدم لذلك جهاز يسمى
مولد فان دي جراف، وهو جهاز مصمم لتوليد الشحنات الكهربائية، وسمي هذا المولد بهذا الاسم نسبة إلى العالم روبرت فان دي جراف، وهو العالم المخترع لهذه الأداة. والآن أعزائي الطلاب، هيا بنا لنشاهد هذا الفيديو والذي يوضح تولد الشرارة الكهربائية نتيجة انتقال الشحنات الكهربائية بين مولد فان دي جراف والأجسام الأخرى. لنشاهد هذا الفيديو. لاحظ معي عزيزي الطالب تولد شرارة كهربائية بين مولد فان دي جراف والكرة، نتجت عن انتقال الشحنات الكهربائية السالبة بين الجسمين نتيجة لشحن الكرة بالتأثير. انظر عزيزي الطالب إلى جسم الفتاة وهو مشحون بواسطة مولد فان دي جراف. كيف نستدل على أن الشحنات الكهربائية انتقلت من مولد فان دي جراف إلى جسم الفتاة؟ نستدل على ذلك من وقوف الشعر. إلى هنا أعزائي الطلاب انتهى درسنا لهذا اليوم، ولكن قبل أن نختم معكم هيا بنا نستذكر معا وسويا ما تعلمناه في درس اليوم. تعلمنا في درس اليوم طرق شحن الكشاف الكهربائي، وقلنا أن الكشاف يشحن بطريقة اللمس وأيضا بطريقة التأثير. تحدثنا أيضا عن استعمالات الكشاف الكهربائي، وقلنا أن الكشاف الكهربائي يستخدم في تحديد إذا كان الجسم مشحون أم لا، أيضا في تحديد نوع شحنة الجسم المشحون، أيضا في تحديد المواد الموصلة والمواد العازلة. تحدثنا أيضا اليوم عن البرق، وقلنا بأنه يحدث نتيجة انتقال الشحنات السالبة من سحابة إلى سحابة أخرى، تتولد بعد ذلك حرارة هائلة يصاحبها ضوء شديد يسمى البرق. أما الرعد فهو أيضا انتقال الشحنات السالبة الكهربية بين سحابتين مشحونتين، يولد ذلك حرارة هائلة تؤدي إلى تمدد الهواء بشكل مفاجئ فيصدر صوت مرتفع يسمى الرعد. تحدثنا أيضا عن مولد فان دي جراف كما تشاهد في الصورة، وقلنا أنه جهاز مصمم لتوليد الشحنات الكهربائية، كما وتحدثنا عن مانعة السواعق وهي أداة تحمي المباني من خطر السواعق. إلى هنا أعزائي الطلاب انتهى درسنا لهذا اليوم، نشكركم على حسن المتابعة والاستماع. لقاؤنا يتجدد بدرس جديد آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.